عملت تونا كلاسيك وعملت الشيبة. من سننفجر اولا؟ رح نعمل مقارنة بالشرط بين العملتين بانه هالعملتين لهم شعبية كبيرة. واذا كنت مستثمر بهالعملتين ضروري كتير تتابع معي الفيديو للاخير. صديقي هي ارباحنا من قناة التليجرام، بتمنى منك تلقي نظرة على القناة وما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. عملت الشيبة مشكلة نموذج سعودي على فريم اليوم، طبعا نحن اعلى مافيك 200 وهذا امر كتير كويس للعملة. عملت الشيبة عمال بتحاول اختراق هذا النموذج السعودي، وطبعا الاختراق بيتمثل بالضغط عند المقاومة 0.4015. إذا قدرنا نصمد بهاي المنطقة رح يكون هدفنا الثاني 0.422. شباب هاي العملة صفرية ما بتحتاج لرأس مال كبير، يعني 100 دولار وكتير، لأن شباب المخاطرة رح تبقى فيها عالية. صديقي أنت ممكن تحط مبلغ صغير بالمحفظة وتنساه. هالعملتين ما أكلوا نصيبهم بالصعود بارتفاع البيتكوين إلى مناطق 30,000، فلذلك صديقي أنا برجح صعود هالعملتين. وطبعا العملتين بيتمتعوا بشعبية كبيرة. وهلا شباب خلونا ننتقل الكلام عن عملة لونا كلاسيك العملة الثانية، وطبعا مرت بأخبار جيدة وأخبار سيئة، وحاليا الفريق بحالة انقسام. مجرد ما نشوف اتفاق بالفريق فممكن نشوف ارقام ممتازة. وطبعا عملة لونا كلاسيك عمال بتمر بمرحلة تجميعية، اذا خسرنا هاي القناة الصاعدة فممكن نتوجه الى القناة اللي ظلت العملة فترة طويلة عمال بتجمع فيها من 0.409 إلى 10. وطبعا إذا قدرنا نصمد بهاي المنطقة رح نتجه إلى مناطق 0.315. وطبعا الحرق مستمر على العملة. أنا شخصيا أهدافي بهاي العملة كبير، لكن شباب أنا ما بوضع أموالي واستثماراتي بعملة واحدة، فلذلك صديقي أنا بفضل التقسيم الرأس مال وتقسيم الدخول أيضا على مراحل لتحصل على نتيجة بالبول ماركت القادم. بالنهاية صديقي هذول العملتين بيعتمدوا على الأخبار وما نالوا نصيبهم من الصعود، فلذلك صديقي متوقع لألهم حركة ممتازة. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة ألف تحية وشكر لك صديقي. إذا كنت بتفضل صفقات استثمارية مع ربح أكثر من 500%، ما عليك صديقي لا تنضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.